السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية، مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، كما تقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، وأيضا تقدم معلومات هامة لنشر الفيديوهات على اليوتيوب. النهاردة معانا بقية ملحوظة عن الدرس الفائت، وهنبتدي إن شاء الله في الدرس التاني بإذن الله. في سؤال قابلني بيقول لي ما النتائج المترتبة على إذا لم يكن بمصر البحر المتوسط والبحر الأحمر؟ الإجابة لن تحفر قناة السويس. كان المرة اللي فاتت برضو ناقصنا تعريفين. التعريف الأول اللي كان ناقصنا هو تعريف الموقع الجغرافي، والموقع الجغرافي هو موقع القارة أو الدولة بالنسبة إلى الأماكن الأخرى من بحار ومحيطات ودول أخرى. تاني، التعريف هو الموقع الجغرافي هو موقع القارة أو الدولة بالنسبة إلى الأماكن الأخرى من بحار ومحيطات ودول أخرى. التعريف ده كان ناقص معانا من الدرس اللي فات، وبرضو كان التعريف القارة كان ناقص معانا من الدرس اللي فات، هو مساحة، وهي مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول بداخلها. هي مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول بداخلها. بعد كده هنبتدي نتفرج على حدود، يعني هنتعرف يعني ايه هي حدود جغرافية. الحدود الجغرافية يا ولاد، تعالوا كده نشوف بيتنا. بيتنا متكون من مجموعة من الغرف، وبتحطوا وفي حيطان. الحيطان دي بتفصل، وفي سقف وفي أرض. الحيطان والسقف والأرض دي بتفصلنا عن الجيران اللي جنبنا، وعن الجيران اللي فوقينا، وعن الجيران اللي تحتينا. كذلك مصر يا جماعة أو ليها حدود بتفصلها عن جيرانها من الدول، بتفصلها عن جيرانها من الدول. وكمان انت جوه بيتك مثلا بتقدر تعمل اللي انت عاوزه، ليك الحق ان انت تعمل اللي انت عايزه. كمان جوه حدود الدولة، كمان ده بيحفظ حقوق الدولة جوه الدولة، تعمل اللي هي شايفاه صح في داخل حدود الدولة. الحدود بقى بتاعت الدول اسمها الحدود السياسية. الحدود بتاعت الدول اسمها ايه؟ اسمها الحدود السياسية. الحدود السياسية هي خطوط تحد الدول وتفصلها عن جيرانها من الدول، وتحفظ حقوقها داخل هذه الحدود. يبقى ايه هو تعريف الحدود السياسية؟ الحدود السياسية عبارة عن خطوط تحد الدولة وتفصلها عن جيرانها من الدول، وتحفظ حقوقها داخل الحدود. الحدود السياسية نوعين: حدود بشرية من صنع الإنسان، وحدود طبيعية مثل البحار والأنهار والجبال. حدود بشرية من صنع الإنسان، وحدود طبيعية مثل البحار والأنهار والجبال. دي أنواع الحدود السياسية. يبقى احنا تعرفنا على تعريف الحدود السياسية، وعرفنا على ان الحدود السياسية عبارة بتنقسم الى جزئين: الحدود البشرية اللي هي من صنع الإنسان، وحدود طبيعية من بحار وأنهار وجبال. تعالوا نشوف حدود مصر على الخريطة عبارة عن ايه. طبعا احنا اخدنا قبل كده الاتجاهات، وعرفنا الشمال والجنوب والشرق والغرب. تعالوا بقى نشوف الحدود مصر السياسية بيحدها ايه من كل جانب. اول حاجة عندنا الحدود الشمالية، بيحد مصر من الشمال البحر المتوسط. بيحد مصر من الشمال البحر المتوسط، والبحر المتوسط ده حد طبيعي لان هو بحر، يعتبر من الحدود الطبيعية، وكمان لان هو بحر يعتبر من الحدود البحرية. بيحد مصر من الشرق، بيحد مصر من الشرق البحر الأحمر وخليج العقبة، ودي من الحدود الطبيعية، واللي هي الحدود بنقول عليها كمان حد بحري لأن هي بحر. وكمان بيحد مصر من الشرق الجزء ده، وده حد بشري، حد بشري اللي هو بيفصل مصر عن فلسطين المحتلة، بيفصل مصر عن فلسطين المحتلة. ده حد بشري بيفصل مصر عن فلسطين المحتلة، هو من صنع الإنسان، وطبعا زي ما انتم شايفين هو على الأرض، فبنقول عليه حد بري، بنقول عليه حد بري. يبقى بيحد مصر من الشرق البحر الأحمر وخليج العقبة، وكمان ودي حدود بحرية وطبيعية وحرية. وبيحد أيضا مصر من جهة الشرق، من جهة الشرق كان بيحد مصر من جهة الشرق فلسطين المحتلة، وده حد بشري ومن الحدود البرية. بيحد مصر من جهة الغرب دولة ليبيا، بيحد مصر من جهة الغرب دولة ليبيا، وده حد بشري، وده حد بشري ومن الحدود البرية لأن هو موجود على الأرض مش في البحر. بيحد مصر من الجنوب جمهورية السودان،
وده حد بشري من صنع الإنسان، وكمان حد بري، وكمان حد بري. طيب نكمل مع بعض. مهم طبعا جدا 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 ان احنا نحفظ الحدود الشرقية لمصر والغربية والشمالية والجنوبية اللي احنا وضحناها على الخريطة. طيب بعد كده هنيجي على حدود المحافظة. زي بقى ما يبقى احنا قلنا عندنا حدود سياسية وعندنا كمان جوه البلد بقى جوه مصر. طب جوه مصر بقى في محافظات كتير، جوه مصر في محافظات كتير، في 27 محافظة في مصر، في 27 محافظة في مصر. زي ما انتم شايفين في كل محافظة متلونة على الخريطة بلون مختلف عن التاني، وفي خطوط بتفصل كل محافظة عن المحافظة اللي جنبها. تعالوا نعرف ايه هي الحدود اللي اسمها ايه الحدود اللي بتفصل المحافظات عن بعضها. الحدود اللي بتفصل المحافظات عن بعضها اسمها حدود إدارية. اسمها ايه؟ اسمها حدود إدارية. اهو بيقول لك هناك حدود تفصل بين محافظات الجمهورية وتقسمها إلى 27 محافظة وتسمى الحدود الإدارية، وتسمى الحدود الإدارية. يبقى ده تعريف الحدود الإدارية. يبقى في مصر كمان في كام محافظة؟ في 27 محافظة، وتعتبر القاهرة هي العاصمة، عاصمة جمهورية مصر العربية. القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية، تمام؟ طيب هو بقى بيقول لي هنا معلومة إضافية مهمة، بيقول لي إن كل محافظة فيها أحياء ومراكز لكل داخل كل محافظة، وكمان كل محافظة ليها عاصمة. كل محافظة ليها عاصمة. يبقى المحافظة بقى لو احنا دخلنا على المحافظة، لو دخلنا مثلا على محافظة مثلا مطروح، هنلاقي إن مساحة محافظة مطروح مساحة كبيرة جدا، ليها مجموعة من الأحياء، جواها أحياء مختلفة، جواها مراكز مختلفة، وليها عاصمة، وليها إيه؟ وليها عاصمة اللي هي بتبقى هنا في الشمال، اللي هي إيه؟ محافظة اللي هي إيه؟ مطروح الايه العاصمه، مطروح العاصمه. وكمان لو انت مثلا رحت بقى على البلاد اللي موجوده في الدلتا، تعالوا كده نشوف مثلا محافظه البحيره. عندنا محافظه البحيره مثلا ليها عاصمه اسمها دمنهور، يبقى ليها عاصمه مثلا هنا اهو اسمها دمنهور، دي عاصمه محافظه البحيره. محافظه البحيره جواها احياء ومراكز مختلفه، يبقى كل محافظه فيها احياء فيها مراكز، وكمان كل محافظه ليها عاصمه. بعد كده هو بيقول لي شكل بقى عشان نعرف نميز الحدود، شكل الحدود الدوليه من الحدود اللي هي بتصل او الحدود السياسيه عن الحدود الاداريه. بيقول لك الحدود الدوليه او الحدود السياسيه ده شكلها على الخريطه بتبقى عباره عن شرطه ونقطه، لكن الحدود الاداريه بتبقى جوه البلد اللي بتفصل المحافظات عن بعضها عباره عن نقط، بتبقى عباره عن نقط جنب بعضها زي ما هو موضح قدامكم على الشاشه، تمام. تعالوا ناخد نبذة او يعني مراجعة سريعة على الدرس. اول حاجة بنقول ان في حاجة اسمها الحدود الجغرافية لمصر. الحدود الجغرافية هي زي ما قلنا هي خطوط بتحد الدولة وتفصلها عن جيرانها من الدول، وتحفظ حقوقها بداخلها، وتحفظ حقوقها بداخلنا بداخلها. وقلنا الحدود السياسية بتنقسم إلى جزئين، الحدود البشرية وهي من صنع الإنسان، والحدود الطبيعية اللي هي مثل البحار والأنهار والجبال. بتنقسم حدود مصر أو إيه هي حدود مصر؟ حدود مصر الشرقية هي عبارة عن البحر الأحمر وخليج العقبة، ومن الحدود دي من الحدود الطبيعية البحرية، وكمان فلسطين المحتلة، وده يعتبر حد بشري من صنع الإنسان وهي من الحدود البرية. الحدود الغربية حدود بشرية برية بتفصلها عن ليبيا، وحدود شمالية البحر المتوسط وده حد طبيعي بحري، وكمان قلنا الحد الجنوبي اللي هو اللي بيفصل مصر عن دولة جنوب عن دولة السودان، عن جمهورية السودان، وهي حدود بشرية. وكل الدول المحيطة بمصر من الدول العربية، من الدول العربية. بيقول لي حدود مصر واضحة. في هنا سؤال مهم جدا جدا جدا، بيقول لي علل، يقول لي علل حدود او بما تفسر حدود مصر واضحة ومميزة ومعترف بها من دول العالم. ده يجي لي سؤال بالمنظر ده، اجابته ايه؟ يجي لي اجابة نجاوب عليه ازاي؟ نجاوب عليه بالمنظر ده. الإجابة هي أدى ذلك إلى استقرار، أدى ذلك إلى استقرار واستقرار مصر وعدم وجود مشكلات سياسية مع الجيران بخصوص الحدود. يبقى أدى ده إلى استقرار مصر، دي الإجابة، يبقى ده السؤال، وهنا دي الإجابة. الإجابة بيقول أدى وضوح حدود مصر إلى
استقرار مصر وعدم وجود مشكلات سياسية مع الجيران بخصوص الحدود. يبقى ده يا جماعة ده السؤال ده مهم جدا، هيقول لك بما تفسر حدود مصر واضحة ومميزة معترف بها بين الدول، أو يقول لك ما النتائج المترتبة على أن حدود مصر واضحة ومميزة ومعترف بها بين الدول. الإجابة هنقول إن ده أدى إلى استقرارها وعدم وجود مشكلات بينها وبين جيرانها بخصوص الحدود. السؤال ده مهم جدا جدا جدا. طيب بعد كده بالنسبة لحدود المحافظة، عرفنا إن في حدود بتفصل كل محافظة عن التانية اسمها الحدود الإدارية، عبارة عن خطوط أو حدود بتفصل كل محافظة عن التانية. عرفنا إن مصر فيها 27 محافظة، وعرفنا إن جمهورية مصر العربية عاصمتها القاهرة، عرفنا إن كل محافظة جواها أحياء ومراكز، وعرفنا إن كل محافظة برضو ليها عاصمة، وعرفنا شكل الحدود السياسية أو الحدود الدولية بيكون شكلها عامل إزاي شرطة ونقطة، وعرفنا كمان شكل الحدود الإدارية اللي بتبقى نقط. وبكده نكون خلصنا درس الحدود الجغرافية لمصر. إن شاء الله تابعوا معانا بقية الدروس، ولو في حد عنده أي سؤال أو أي استفسار يسيب تعليق أسفل شاشة الفيديو، ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لها لايك واعملوا سبسكرايب للقناة، دوسوا على الزرار الموجود أسفل شاشة الفيديو المكتوب عليه سبسكرايب بالأحمر عشان تشوفوا كل الدروس القديمة وتطلعوا على ما فاتكم من الدروس، وكمان تعملوا شيرنج للحلقة بين زمايلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.